أي دمعة حزن، لا لا لا، اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. إيه الغنى الحلو ده؟ إيه اللي عمله عبد الحليم فينا وفي الأغنية؟ إيه الحالة اللي إحنا عايشينها معاه؟ يعني إزاي بنحتفل بالذكرى رقم 45؟ توفى العندليب عن عمر 47 عام، فتخيلوا إن الذكرى قربت تقارب عمر اللي عاش وأنتج فيه كل هذه الأغاني والمشوار، وإحنا جيل ورا جيل بنغني حليم. الذكرى زي ما قال الفيلم التسجيلي اللي عملوه الزملاء الأعزاء هنا، بيقول إن إحنا بجد هو مارس الحزين. لا، هو مش حزين، هاخد من العندليب أي دمعة حزن لا، وهقول نبتدي منين الحكاية. حكاية حليم اللي إحنا دايماً كل سنة بنسمع حكايات جديدة وقصص مختلفة وتحليل ورؤية. هو أسطورة، أسطورة كبيرة، سر استمر حتى الآن، والسر مازال فيه حكايات كثيرة. ناس كتير بتيجي وبتروح وبتقول كلام كتير، بنبحث في الأغنية، بنبحث في المقام، بنبحث حتى في اللحن، في الغنى الوطني، في الأغنية العاطفية، في الأغنية القصيرة، في الأغنية الطويلة. حليم أسطورة ما بين الغنى والفن، وحتى دراسته في الموسيقى كمان أفادت كتير. مع العندليب ضيفتي الإذاعية الزميلة العزيزة بسنت بكر، مذيعة الراديو 90-90. هي مش بس مذيعة، ولكن الحقيقة لما تستمع لبسنت في الراديو تعرف إن هي باحثة متعمقة وأيضا مستمتعة. مع بسنت، أهلا بيك يا بسنت. أهلا شفكي، إزيك؟ يعني طبعا لازم أقول لكل مشاهدينا، بسنت بالنسبة لي مش مجرد زميلة، ولكن في بيني وبينها مشوار عمر جميل. صحيح صحيح. ولكن هي دلوقتي زميلة في الإذاعة. أهلا بيك يا حبيبتي. إيه الأسرار العظيمة للعندليب بعد مرور 45 عام؟ ولو مر 95 سنة هيفضل عبد الحليم ليجند. يعني هو أسطورة بيمتلك كل مواصفات الأسطورة، والأسباب كتير. يعني لو حد جه قال لك مثلا أصل ذكاء عبد الحليم، أصل أجندة عبد الحليم وعلاقاته المختلفة، لا 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 لا، المسألة مش هنا خالص. عبد الحليم نقطة، ثم عبد الحليم، ثم نقطة، ثم أي حد تاني. طيب تعالي نفصص المسائل يا بسنت. يعني لو نرجع كده لعبد الحليم اللي دخل معهد الموسيقى العربية، أولا هو من الكتاب في الحلوات، وبعدين بدأت الموهبة في المدرسة، فكان ياخدوه في المدرسة يعمل الأناشيد والحاجات دي. صحيح. وبعدين عبد الحليم راح معهد الموسيقى العربية. تصوري أنا وقفت عند حاجة غريبة جدا، عبد الحليم يدخل قسم التلحين، وكمال الطويل يدخل قسم الغناء، واول اغنيه غنيها حليم يكون مع كمال الطويل. صحيح. يعني حاجه غريبه مش كده؟ ايوه صح. يعني انت لما ترجعي للبدايات خالص، لبدايات عبد الحليم، ما تقدريش تقولي انه عبد الحليم بدا لوحده، هو بدا بمجموعه من الشعراء والملحنين. شباب صغير عندهم يعني عايزين يجددوا في المزيكا. كان عبد الوهاب طبعا بدا قبل كده بالتغيير والتطوير، هم كملوا عملوا ثورة في الموسيقى. كمال الطويل مع عبد الحليم، مع بليغ، مع الموجي، مع حمزة، هم كانوا مجموعة قرروا ان هم ياخدوا الغنوة في حتة تانية في بداية الخمسينيات. لكن النقطة بتاعت كمال الطويل، انت تشوفي مدى الصداقة اللي هو انه، وفكرة الإيثار، ان كمال الطويل يبقى في يفضل عبد الحليم على نفسه علشان يغني. كانت قصيدة لقاء. وبعدين عمله على قد الشوق طبعا. طبعا على قد الشوق. واسمر ياسمراني طبعا بقى. يعني انت لما تسمعي اسمر ياسمراني كمان بصوت كمال الطويل، لا ده طعم تاني خالص كمان. طبعا طعم الملحن بقى. امال ايه كمان. طب بس انا عايزه اوصل عند الصافيني مره، لان هي يعني كانت ممكن تقضي على العندليب وبعد كده بقت نقطة نجاح. أيوة. ودي حاجة غريبة جدا. يعني في سنة أعتقد 52 غناها لم ينجح، وفي 53 غناها نجحت. أيوة. صحيح. في عيد التحرير، تحرير ثورة 52، نجحت نجاح ساحق في حديقة الأندلس. حقيقي. وبعدها جيت على قد الشوق. وبعدها جت على قد الشوق. صافيني مرة بالمناسبة اتعملت بالصدفة. يعني الموجي كان يعني خارج من قصة حب. فالشاعر سمير محبوب عنده الكلام صافيني مرة وجافيني مرة، فعجبت الموجي قوي. وسمع عبد الحليم بالصدفة في الراديو وهو بيغني لقاء.
فقال لك الاغنيه دي تليق على الصوت ده. يعني الصوت ده لازم يغني صافيني مر. وكانت تجربه. هو الحقيقه الجمهور كان متعود طبعا على، عارفه، مشايخ الغنى الفتره ما قبل عبد الحليم، مشايخ الغنى بقى. يعني كان عندنا شكل الموسيقى في الوقت ده او قبل عبد الحليم، الموسيقى الطويله، الجمله الطويله، الريتم اللي قاعد كده. عبد الحليم الناس ما يعني ما فهمتوش في الاول في صافيني مر ايه ده. بالمناسبة عايزة أذكر هنا كمان الفنانة تحية كاريوكا، لأنه في الموقف ده تحية كاريوكا أصرت أن عبد الحليم يكمل. طبعا كانت تحية كاريوكا وكان طبعًا مدير المسرح قال له لا خلاص وبتاع، فقالت له لا يعني هو لو ما غناش أنا مش هطلع. تحية كاريوكا وأمانت عبد الحليم وكان لسه في البداية بالظبط زي ليلى مراد. ليلى تخنوه أصلا غنوة ليلى مراد. تخنوه غنوة ليلى مراد، وإسماعيل حبروك كاتبها وبليغ وكده، وكانت المفروض إن هي هتغنيها في الإذاعة. كانت في الوقت ده بقى ليلى مراد بتغني بس بتسجل في الإذاعة. فبليغ استسمحها، قال لها عبد الحليم لسه في البداية واللحن، وقالت له طبعا بس احنا كان الغريب انه عبد الحليم كان مش بس محبوب في الجمهور، في سر حتى في الوسط الفني، علشان شبهنا يا شفكي. هو تركيبه الولد اللي من الريف المصري، ملامحه مش صعبه عليكي، يعني انت بتشوفيه طول الوقت في الشارع وانت ماشيه. تركيبه اليوتم مع الحزن مع الحرمان عملت ابداع من نوع خاص. عملت عنده كمان احساس، يعني الناس كانت بتحب حليم في كل الحاجات. يعني مثلا عايزه اقول لك، احنا مثلا دلوقتي بنشوف دي حفله من حفلات حليم وهو بيغني. أنا بس عايزة الحقيقة استغربت، حليم مشوار، يعني عمل مشوار مع الموجي طبعا. عمل مشوار مع بليغ وعمل مشوار مع عبد الوهاب. حليم كان مختلف في التلاتة. هو ده الذكاء، إمتى أشتغل مع مين؟ ده ذكاء في إدارة الموهبة. حالا أشتغل مع الموجي، حالا بليغ حمدي وأمل مصر في الموسيقى اللي زعل فيها محمد الموجي، حالا أشتغل مع عبد الوهاب. هو عنده القياس، يعني هو ذكاؤه إمتى أعمل ثنائي وأتكلم إمتى وأذيع إزاي وأعرض إزاي وأعلن إزاي. طب علاقة عبد الحليم بالنجوم علاقة كده مشدودة، علاقته بأم كلثوم، علاقته بفريد، وشفنا حاجات كتير ما بين عبد الحليم وفريد كله. بصي الزمن كان عامل ازاي. صحيح. يعني بصي انا بكلمك على عبد الحليم، طب تعالي نطلع عبد الحليم بره ونشوف الصوره او الخريطه الغنائيه كان فيها مين. انت بتتكلمي على سيده ام كلثوم، عبد الوهاب، اسماء بقى مش هتكلم على ما قبل كمان طبعا، وفي الوقت فريد الأطرش، في نفس الوقت دخلت شاديه، نجاه، فايزه، يعني في سخن. هو العصر ده يعني انا بس بسميه رينيسانس، يعني ده عصر النهضه الحقيقه. يعني حتى في مجال الادب لو رحتي برضو بقى، سبتي مجال الموسيقى وبصيتي للادب، انت عندك كميه كتاب، عندك كميه ملحنين، شعراء، سيناريستات، مخرجين. في كانت في حاله في نهضه، يعني الستينات دي كان فيها نهضه ثقافيه الحقيقه عظيمه، وانا حاسه ان احنا بنستعيدها كمان دلوقتي. بصي هو شيء طبيعي لما تكون عندك دوله، والدوله دي كانت يعني في استعمار وبعدين عادت لاهلها، ده شيء طبيعي. طبعا انه كل الفنون تعبر عن طبعًا. خلاص بلدي وهويتي طبعًا. وغناية. طيب هرجع تاني لحليم، الاغاني القصيره اللي كان بيغنيها حليم في الافلام، هل بتشوفي ان هي عملت ترند وقتها؟ يعني بالحداثه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اقدر اقول انه حليم عمل ترند في الستينات، عمل ترند في من بدايه الخمسينيات. لانه حليم قدم، انت عارفه ساعات تخشي على الاونلاين كده يقول لك ايه حالات واتساب. هو عمل رصد كل المواقف اللي ممكن يعيشها بني آدم في قصة حب، سواء ولد أو بنت. صحيح. فبالتالي فكريني كده. طيب كله يعني حلو وكذاب. يعني أكيد في ولد خد بومبا، هي دي هي فرحة الدنيا، توبة حلوة. أي بصي أي حلوة. موقف ودلع الست أوي. أهواك. أهواك. يعني أنا طول الوقت حتى في برنامجي قد المقام على راديو 90 أقول عبد الحليم عمل أناشيد قومية للمصريين. نجح يرفع إيده. مين عندنا في ما بينجح ما بيجيبش الغنوة دي؟ أنا على فكرة كنت مشغلاها لبنتي، وبنتي طبعا جيل تاني بصي لي كده تقولي أغنية جميلة. قلت لها جميلة. نجح يرفع إيده. أغنية تحفة أصلا. وحياة قلبي وأفراحه. طبعا. عقبالك يوم ميلادك، لو حبيتي هتسمعي أهواك. لو زعلانة ومختلط عليكي المشاعر هتسمعي موعود. يعني ولا فاتت جنبنا وحاول ولا تفتكرني يعني ولا. يعني هو الحقيقة كان عنده إخلاص شديد في المنتج. الحقيقة عبد الحليم
طالب في معهد الموسيقى العربية عمل فيلم شارع الحب، وليه أخد آلة الأبوة في الفيلم؟ يعني ده كان إحساس أنه عايز يقول لجمهوره أنا كمان عازف وبحب الآلة، ولا هي حبكة درامية؟ لا، ما أعتقدش أنها حبكة درامية، على قد ما كان عبد الحليم قاصد يعمل رحلة صعود. يعني انتي طبعا انتي لما بتتفرجي على بعض افلام عبد الحليم بتعيشي معاه رحله الصعود، فده بيعمل لك انتي، هو ملهم، هو شخص ملهم حتى سينمائيا. انتي تقولي الله بصي كان في الشارع، وزينات صدقي بتعمل، وفرقه حسب الله بيعملوا ازاي، ووصل لعمل ايه يعني. فهو طول الوقت ملهم للي بيتفرج عليه او اللي بيسمعه، فعشان كده هو موجود، هو طول الوقت بيديكي امل وبيديكي طاقه. حتى الاغاني الحزينه اللي عملها بعد كده اللي كانت ماشيه مع المه، لا يعني في يوم في شهر في سنه لما بدا يتعب. طيب يعني الحقيقه الصوره واحنا بنشوف، يعني مش عايزه اقول وداع حليم، انا عايزه دايما افتكر اغاني حليم، فعايزه مثلا افتكر معاكي حليم مراحل، زي ما قلنا الاغنيه القصيره، رغم ان هو كان عايش في زمن الاغنيه الطويله، بس دخل عمل الاغاني القصيره اللي غزت كمان الافلام الحلوه دي. صحيح. بعدها بدا في اعياد الربيع اللي بتشابه ايامنا وايام رحيله، يعني حليم كان يحيي الربيع وودعنا في الربيع. صحيح. يعني في أيام الربيع. أحلى ما غنى، يعني رسالة من تحت الماء، حاول تفتكرني، قارئة الفنجان، كل طبعا الأغاني اللي تغنت دي على المسرح، وكانت أغاني طويلة، وكانت عودة تاني لحليم أنه يقدم الأغاني الطويلة. طبعا. لا، وعايزة أقولك أن عبد الحليم غنى القصيدة القصيرة لا تلومني، يعني دي ده اعجاز لحني لكمال الطويل. لا تلومني، انت بتعملي قصيده مدتها 3 دقائق بالشكل الموسيقي ده، ونجحت نجاح رهيب. وبعدين ما تنسيش برضو يا شفكي شعبيات عبد الحليم بقى في الستينيات، وهنا يقع ذكاء عبد الحليم. اول ما رشدي عمل عدويه والعزب يقال لك لا تعالوا انا فين، هاتوا على حسب وداد قلبي يا ابوي، هاتوا التوبه. فهو كان مواكب وشاطر قوي وذكي قوي ان هو يقرخ على كل شكل موسيقي او شكل غنائي، ويبقى هو في ترند بلغه دلوقتي. يعني انا بقول طول الوقت لو كان في سوشيال ميديا وقت عبد الحليم طبعا، يعني هو مش محتاج على السوشيال ميديا. طب انا عايزه اكلمك عن لما وقت اغنيه وانا كل ما اقول التوبه يا ابوي، طبعا الشاعر الكبير الخال الابنودي، وعبد الحليم يدخل كمان المنطقه دي طبعا، شعبيه والجو كده اللي فيه الصعيدي. وقد ايه اخذ، يعني شوفي حتى التقرير كمان لما راح الخليج، يعني شوفي تنوع ده كان حليم في الكويت. في الكويت يا طبعا هلأ. طبعا. لا، عبد الحليم ذكائه في انه يعرف زي ما قلت لك يا شفكي يغني ايه امتى. انا دلوقتي زي ما قلت لك من شويه رشدي طالع بعدويه الجنه، غيره فنان، كلنا بنغير طبعًا. غيره طبيعيه جدا. فاللي هو لا انا لازم اعمل شعبي انا كمان، تعالى يا بليغ اعمل لي ده، تعالى يا ابنودي اعمل لي ده، تعالى يا محمد يا حمزه اعمل لي كذا. فلا انا اواكب طول الوقت، انا افضل ماشي مع الشكل. عبد الحليم كمان كان ذكي في طريقه عرضه الغنوه الجايه هتبقى ازاي. يعني ازاي بقى مفيش سوشيال ميديا، هو يدوب الصحافه والراديو والتلفزيون. كان افتكر ان انا اتفرجت مره على حلقه الاستاذ سمير صبري ربنا يشفيه، النادي الدولي طبعا، جاب نيلي في الحلقه، وبعدين فجاه طلب يشرب قهوه، كان هيعمل هو المفروض قارئه الفنجان. فسمير صبري استغرب، بصي طريقه الاعلان، ايوه شوفي الذكاء. فجاب السوشيال ميديا بتاعت زمان، وقام قايل نيلي اقري لي الفنجان. فقالت له اقرا لك، وموجوده الحلقه على اليوتيوب، الناس تشوفها، جميله قوي الحقيقه. ومن هنا قال لها طب انا بقى هقرا الفنجان في قصيده لنزار قباني والحان الموجي، واعلن عن قصيده قراءه الفنجان في النادي الدولي. فشوفي اللي هو ازاي بيتعامل، بقول لك اداره الموهبه، ازاي حتى يعلن عن الغنوه اللي جايه. كان بيقال ان قبل وفاه حليم هيغني حاجه مع هاني شنوده، وهاني شنوده كان معروف بالريتم السريع الحلو. يعني تفتكري كان هيعود لاغاني من نوع تاني
وقتها حليم؟ ليه لا؟ هو طبعا زي ما قلت لك هو مواكب لكل الحاجات وبيسمع كل الحاجات، وطول الوقت حتى بيستعين بعازفين كانوا جداد يعني. لما جاب الاستاذ مجدي الحسيني، لما جاب الاستاذ عمر خرشد جيتار في الفرقه المسيه، لما جاب الاستاذ هاني مهنما، كل دول عازفين جداد. هو كمان كان بيضم، هو طبعا احمد، هو الاستاذ احمد فؤاد حسن الله يرحمه، طبعا زملاء من ايام معهد رمسيس بقى طبعًا. فاللي هو لا طب نجيب ده نسمعه، طب ندخل لا جيتار. وكان بيغير الالات زي ما دخل عمر خرشد طبعًا. زي ما دخل مجدي الحسيني، كان وقتها في نوع من انواع التطوير يعني على 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 الشكل المعتاد لفرقه موسيقيه. هو كمان كان بيتدخل بنفسه يعني في بروفه قارئه الفنجان، انت عارف كان بيعمل بروفات في بيته طبعًا. في الزمالك طبعا. فبروفه قارئه الفنجان انت هتسمعي موجوده يعني، انا ساعات طبعا كتير في البرنامج عندي بشغلها. هو بيقود مع احمد فؤاد حسن المزيكا، فالجزء بتاع والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا، فالكمانجات بتعزف تا 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 تا، فقالك لا يا فؤاد انكش لي هنا النوتة، انكش لي المزيكا. احنا بنقول والشعر الغجري والمجنون يسافر في كل الدنيا، فتا تا تا يعني الكمانجات تنكش المزيكا. هو الله. نفسه انا هستاذنك بس يا طبعًا. بسنت احنا هنكمل الكلام ده لانه كلام مهم، بس عندنا برضو خبر خلينا نقوله. برعايه مصريه اجتمع ممثلو الاحزاب والفصائل الاتحاديه السودانيه في القاهره تحت شعار القوه في الوحده، وذلك استكمالا لجولات الحوار المستمره بين الاحزاب والفصائل الاتحاديه في الخرطوم. ووقع ممثل الاحزاب والفصائل الاتحاديه السودانيه على وثيقه اعلان الوحده التنسيقية، مزيد ستجدونه في التقرير التالي. على أرض مصر التأم شمل الأشقاء في السودان على طاولة اجتماع ممثلي الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية. الاجتماع الذي جاء برعاية مصرية وافتتحه السيد محمد عثمان المرغني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. الله الموفق وهو المستعان، نسأل الله التوفيق والسداد. 11 بندا تضمنتها وثيقة إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية التي وقعها المجتمعون بالقاهرة الذين ثمنوا دور مصر ورعايتها للمؤتمر. ونحن أكثر سعادة أن يشرف هذه الحضرة ويباركها سيادة مولانا السيد محمد عثمان المرقني مرشد الطريقة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. ونحن سعداء أيضا أن يشرف هذا الحضور وهذا اليوم المبارك الأشقاء الأعزاء في جمهورية مصر الشقيقة. نشكر شكر كبير ونغدر الدور الكبير للأشقاء في جمهورية مصر العربية على رعاية الوحدة الاتحادية، على إمساكهم بمستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين يرون فيه المستقبل الأمثل للسودان. كما اتفقت الأحزاب على أن تقوم اللجنة التنسيقية العليا بالتواصل مع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة في المشهد السوداني لتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلاد، مؤكدين أن مصر ستظل دوما داعمة للسودان ومساندة له في كل وقت وحين. نلبي طموحات جماهيرنا العريضة ونلبي طموحات الذين يقفون مع السودان مساندين، وعلى رأسهم مصر العظيمة، لهم الشكر الجزيل على ذلك. وشدد المشاركون على أن مصر تمثل العمق السوداني على مدار التاريخ، موجهين التحية لمصر قيادة وشعبا. هذا المؤتمر الذي يجي ما أشبه الليلة بالبارحة، يجي مواصلا للوحدة الاتحادية التي تمت في جمهورية مصر العربية، مصر الشقيقة، مصر التي ظلت دوما وعلى الدوام هي تمثل العمق السوداني تاريخا وأصلا وفعلا وقولا وسندا. نحن في هذه السانحة نحيي مصر قيادة وشعبا وحكومة، ونؤكد بأن الوحدة التنسيقية أو التنسيق من أجل الوحدة الاتحادية ماضون فيه بصدق ورؤية وطنية تحقق الأمن والأمان من خلال الثورات السودانية ومن خلال ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها الذين ارتوت بهم الأرض
فإن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى غادما من خلال هذا الإعلان الذي يؤكد تنسيق الأحزاب الاتحادية على العمل المشترك. القوة في الوحدة شعار ظلل أرض الكنانة التي فتحت ذراعيها للأشقاء في السودان، وذلك لتحقيق التوافق المنشود بين مكونات هذا البلد الشقيق لتلبية طموحات شعبه وتحقيق أحلام أبنائه. رجعنا نكمل معاكم لقائنا في التاسعة، ضيفتي الإذاعية بسنت بك مذيعة راديو 90 90، وما زلنا بنتكلم عن العندليب، لأنه بسنت زي ما قلت في برنامجها دايما باحثة وراء الموسيقى وما فيها وما عليها من مقامات برامجي كل ما تقدمينه. طيب عايز ارجع تاني سريعا الوقت، انت عارفه بقى طبعاً. انت ست بتاعت المهنه وعارفه الوقت طبعا. لانه حليم الكلام عليه حاجات كتير. حليم لما غنى قصائد طبعا يعني طبعاً. والجمهور متعود عنه ده الراجل اللذيذ اللي بيغني هي دي هي فرحه الدنيا والحلوه، ثم يغني حاول تفتكرني طبعا اشتقت اليك. انت كمان كنت بتخضي ان انت كنت بتلاقي الرجل المواطن العادي يقول لك اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق، بيتكلم لغه عربيه فصحى. ما انت النهارده لما يبقى ام كلثوم عندك وعبد الحليم كنت اعز عليك فخذ بيدي، طيب اهو خلاص تلاقي الناس تغني لو كنت اعز عليك فخذ بيدي. تيجي النهارده تقول اليوم العالمي للغه العربيه، طب اللغه العربيه حصل لها انحسار ليه؟ ما هو برضو المنتج الفني يا شفكي بيأثر على المواطن العادي اللي ماشي في الشارع. فالمواطن اللي ماشي في الشارع زي اغنيه سيده ام كلثوم يعني وقف الخلق ينظرون كيف ابني قواعد المجد وحدي، هتلاقي المصريين بيغنوها عادي جدا وبالتشكيل عادي جدا. انت النهارده في الهولوجرام لما بيتعمل لام كلثوم والعبد الحليم وهم بس الاثنين اللي بيتعمل لهم دي، انت ما بتلاقيش تذكار صح. يعني انت راحه، انت متخيله انت راحه عارفه ان انت راحه شايفه عبد الحليم، هو مش عبد الحليم ولا حاجه ولا هي ام كلثوم ولا حاجه، بس انت رايحه للزمن وللاغنيه والرقي واللغه طبعا الكلمه اللحن الزمن كله كان شكله عامل كده، فانت راحه ترتقي بروحك. أبي فوق الشجرة، أبي فوق الشجرة طبعا. كان فيلم عظيم قوي يعني كمان الكمية الغنى وكمية الألحان، كفاية بس مشهد البلاج بتاع المحاكمة، محاكمة مصيف. أنت عارفة محاكمة انت عارفه يا شفكي انه الاستاذ حسين كمال طلب من عبد الحليم حافظ، ما هو الواحد برضو كنت مره برضو عملت حلقه عن عبد الحليم عن المعاناه، انت بتشوفي الصوره بس للمشهور لكن ما بتبقيش عارفه اللي ورا ايه. فحسين كمال قال له مش معقول انتوا شباب وعلى البلاج وكده وهتلبس يعني بلوزه او قميص او كده، فقال له طب الجروح انا متقطع يعني مش هينفع يعني عشان عايزه يبقى كانه رياضي وعلى بحره فيعني وزعل عبد الحليم في الوقت ده، لكن خلاص حسين كمال اضطر ان هو يغطي طبعا لان كميه العمليات اللي عملها عبد الحليم في المنطقه دي. وشوفي هو قد ايه كانسان متعذب بس بينقل الفرحه والبسمه طبعا. انا عشان طبعاً. الوقت خلاص اخر حاجه هندخل انا وانتي بيت العندليب دخلناه واحنا دخلناه سوا الحقيقه الحمد يعني لله. يعني كان في عمل بيجمعنا، والغريب ان احنا دخلناه بعد سنين طويله، احنا جيل يعني ما حبيناش على العندليب ولا عشنا الزمن الحقيقي. لا احنا أنا الزمن التاني. لا انا عايز اقول لك حاجه بقى، انا حبيت عبد الحليم في بدايه مراهقتي وهو متوفي طبعا. فماما تقول لي انت بتحبي عبد الحليم ده ميت، طب حبي حد صح؟ اقول لها لا الفنان ما بيموتش يا ماما، فانت بصي الاثر يعني طبعا. يعني فعايزه اقول لك لما يعني هذا البيت اللي حتى فيه روح العندليب حقيقي كل التفاصيل موجوده زي ما هي، قشعريره كده انك طبعاً. اتيتي ولم تجديه يعني والله انا كم مره رحت، يمكن المره اللي رحنا فيها ورحت بعد كده كمان طلعت راديو من هناك بالعكس انا بحس ان عبد الحليم موجود في كل تفصيله يعني من حقيقي. اول الاسانسير حتى ما بسال الامن عبد الحليم يقول لك الدور السابع الشقه اللي على الشمال طول ما انت ماشيه وتشوفي الناس اللي كاتبين على الحيطان وحاجات كده كاتبين جوابات زي اغنيه جواب اللي كان بيكتبها. فالحقيقه كل مشهد التفاصيل مشهد الجنازه بسنت كمشهد لمطرب مش بس مطرب حبيب المصريين لكن هو غزل شريط الوطنية للمصريين حقيقي طبعا. مشهد الجنازة طبعا انت ما تشوفي دي جنازة راجل أسطورة دي أول حاجة، وبالمناسبة أنا شفتها أول مرة في زوجة رجل مهم الفيلم طبعا الاستاذ محمد خان والاستاذ احمد زكي، وانت عارفه احمد زكي علاقته بعبد الحليم طبعا، وميرفت امين بقى كمان عامل مشترك بطلة.
فأبي فوق الشجرة بالظبط، هي اللي بتحب على صوت عبد الحليم. وتشوفي وصور محمد خان ازاي الستات او بعض البنات رموا نفسهم انتحارا علشان عبد الحليم. طبعا هو عمل يعني توازي ما بين شخص ميرفت امين اللي اكتشفها مع عبد الحليم والفيلم، فكان الحقيقه يعني. فطبعا جنازه انت ما تشوفيها دلوقتي تقولي ايه ده، يعني انت ايه كميه الناس دي يعني. بصي، وما زال العندليب يغني قد المقام يعني الحقيقه، يعني قد المقام، هو قد المقام، هو المقام وقده والله جدا يعني. والله بس انت، انا دايما ببقى سعيده بكل اللي بتقدميه، وخليكي دايما باحثه ومدققه، بتمتعينا بكل اللي بتقدميه، وانا انبسطت ان انت كنتي معانا جدا. نورتينا ونورتي التاسعه. ميرسي، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. رمضان كريم. رمضان كريم عليكي. سيظل العندليب يغني حتى لو توقف الزمن ووصلنا للذكرى 45. اقتربنا جدا من عمر العندليب اللي أبدع فيه مشوار طويل. سيظل العندليب يغني وسنظل نغني معه في كل عام. فاصل قصير ونعود بعدها إلى الدراما. ابقوا معنا.